أيلا 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 أيلا، أنت منيحة؟ أيلا أيلا ردي علي، أيلا 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 ردي علي، أيلا يلا صبر الإسعاف بسرعة. هيدا عم قلك فكرتك بخبرتيه، بعدين كيف طلعتي من هالقصة إذا ما هو اللي طالعك منها؟ فهميني كيف جبت الفستان؟ والله أنا رح جن ريان، طبعا مصيبة ما وقعت على راسي. شو الصوت؟ أنا خايف. خلص روحي شو حبيبي، يلا لشوف احكي له وخلصيني، بركي برتاح وكمان بتفيدي وشك على حسابي. شو رأيك اختي؟ عايدة بكفي، شو رأيك بكفي؟ شو رأيك يا بطل؟ تروح هلأ تتفرج على التلفزيون، اتفقنا؟ يلا. يلا روح احكي له، يلا ما بقى بستغرب منك شي، ليك خبري انه الولد ما له ابنه، هذا ابن عمران وريحي راسك. شو رأيك؟ عايدة بكفي بقى، حاجتك حكي فاضي، لو بدي موت مستحيل اني خبره لعرفان. عمو صفات ما قدرت تغير القناة. جاي مين؟ معقول يكون صفوت سمعنا؟ صفوت؟ أهلا وسهلا، ما سمعت وقت إجيت. عمو صفات هذا الجهاز ما عم يغير القناة. طيب يا روحي رح أغسل إيدي وبجيب شغل لك يا شوي بس. شو الوضع؟ شكله ما سمع، وإلا كان قوام الدنيا وقعدها. عيلة نفسي. ايه تمام، خدي نفس، خدي نفس عميق، خدي نفس كمان. قليلي في شي عم يوجعك؟ عم يوجعك شي؟ ها؟ يلا يا شباب. طيب خلص خلص، اهدي شوي وتنفس منيح، اهدي. موجوعة شي؟ قليلي في شي عم يوجعك؟ عارفة. تعالي. تمام اهدي خلص، انت بخير. عارفة. خلص بخير، اهدي انت منيح، خلص اهدي لا تخافي. انا ما بدي، ما بدي، ما بدي اياك تكرهني، بترجعك لا تكرهني وسامحني. صار انفجار وصل حدا بمار قوية كبيرة، وفي مرة تصاوبت. شو هاد؟ ما بنعرف شو صاير هون؟ شو اللي صاير هون؟ ها؟ شو في؟ يا ايلا بعد هيك؟ لك على مهلك، شو بك؟ ايلا بعد بعد اتركها يا روحي، طمنيني انت منيحة؟ ولا يهمك يا عمري رح تكوني بخير. لك فهموني شو صاير هون؟ شو سبب كل هذا الحريق؟ ها؟ تمام ايلا لا تخافي يا قلبي، انا جنبك. تمام تمام، ولا يهمك رح تصير منيحة، اهدي حبيبتي. خلص اهدي، هاي سيارة الاسعاف وصلت، طولي بالك، انت منيحة ما؟ خلص خلص ليك، اجت اجت، يلا قومي معي، يلا ولا يهمك، استندي علي. على مهلك. يلا قومي ساعدوني بسرعة بسرعة بسرعة. يلا شباب نزلوا النقالة، نزلوا النقالة. طولي بالك يا روحي، أربوها يلا عادي، ولا يهمك أمورك كلها تمام، تحملي شوي. تمام تمام، ولا يهمك أمورك منيحة إن شاء الله. ارفعوها يلا شباب، عجلوا شوي عجلوا. تمام تمام، رح أعرف مين اللي عمل هيك، حسابه عندي. يلا شباب أسرعوا شوي، تحركوا تحركوا. على مهلك عايدة، على مهلك. شو صاير لك؟ سخني الأكل لريان، أكيد بيكون جوعان. أختي معقول يكون سمعنا؟ صفوتي بيشتغل كل النهار بالمصنع وبيوصل تعبان وما له مركز.
عرفان ما رح يجي؟ كلوا انتو لأنه عنده الشغل رح يتأخر شوي. ماشي. بلشو انتو. شو في عمران؟ عايدة، في شغلة صارت من شوي ولازم تعرفي فيها. كأنك مو عبعضك، شو صاير معك؟ صاحب المصنع تخانق مع رئيس العمال وما قبضونا الرواتب. ايه بسيطة، حتى لو تأخر بالآخر رح تقبض. عمو أنا ما بحب شوربة الكشك أبداً. آه ولا يهمك يا روحي، طبخت كواجه خصوصي لإلك، بعرف إنك بتحبها كتير. دوق هاي من إيدي، اشرب شوية شوربة كمان منشان تدفيك. كأنها طولت. عرفان مو صاير له شي وأنا رايح لعنده. طيب قلي هنن بأي مشفى هلا، لأنه لازم روح لعنده فورا. عفوا شو وضعها هلا؟ منيحة، ما في شي بخوف، هلا الدكتور بخبرك. مو مصدق انه طلعت عايشة. الغاز سبب الانفجار؟ ممكن. منيح اللي كنت هنيك. شكرا. بس شو كنت عم تعمل هنيك بهداك الوقت؟ انا رحت مشان احكي معها بخصوص الترويج للشركة بيك. وبهذا الوقت؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت كنت موجود وقت اللي صار الانفجار؟ لا، وقت وصلت كان واقع الانفجار، بس عرفان بيك كان هنيك. بس لازم ناخذ الإفادة تبعكم. ولا يهمك. هو قال لها إنه أسعفوها فورا، وقال لها عرفان مو صاير له شي، بس هي خايفة عليه. فهميني شو هالحكي اللي سمعته؟ كيف يعني ريان ما له ابن عرفان؟ شلون بيطلع ابن عمران؟ صفوات فوندا، فهميني شو القصة. الله يوفقك، كيف بتخبوا عنه الحقيقة كل هذا الوقت؟ يا عبشوم، بس يا عبشوم عليكم. صفوات والله العظيم أنا ما عرفت بهاي القصة إلا وقت مرض، وقتها قالت لي إنه ابن عمران، وأنا مثلك اتضايقت كتير وارتفع ضغطي، بس اضطرت إنه تكذب لأنه ما عندها حل تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو هالمصيبة هي؟ وبس يعرف عرفان، تعرفي شو رح يساوي؟ الله لا يقدر. صفوت بترجاك لا تخبره بالقصة، فكر بالولد، حرام تخرب حياته. وشو ذنبه لعرفان؟ هو شايفه للولد وما له مصدق، بيطلع بالأخير مو ابنه. أنا متأكد رح يموت من القهر. صفوت، صوت الانفجار اللي صار كان قوي، وقت اطلعت لقيت عيلة خانم واقعة قدام الباب. طبعا حملتها فورا وبعدتها عن النار، وهذا اللي صار، هذا اللي شفته. كانت غايبة عن الوعي؟ ايه، ما كانت وعي منيح. وما قلت لي شو كنت عم تساوي هنيك؟ انتو ما سألتوني، كان في موعد شغل بيناتنا وقتها. ليش انتو بتشتغلوا مع بعضكم؟ لا انا مو معهم، بجوز في شغل خاص بين ايلا وبينه. طيب استاذ خبرني، من وين بتعرف الست ايلا؟ عن طريق الشغل اللي بيننا. ايلا خانم واحدة من المستثمرين بشركة عرفان بيك. شو هي الشركة؟
وشو علاقة الشركة بموضوع الحادث؟ ما فهمت حضرة الضابط، يعني عم تحقق بموضوع الانفجار مو هيك؟ المفروض نعرف كل التفاصيل منكم، لأنه بجوز يكون حادث عادي وبجوز يكون تفجير مقصود. صدقيني يا مدام، لو كان فايت على الإسعاف كنت أكيد لقيته. اسمه مو هون، في موضوع تاني بقدر ساعدك فيه؟ عايدة عرفان ما له اسم بالإسعاف وما عم بيرد على موبايله. هو بخير، ما في شيء، طمن. الحمد لله، كنت رح موت من الخوف عليك. طيب عرفان ليش اجى على المشفى؟ وينه هلا؟ قلي. كان عم يأسف حدا. كيف عم بيأسف حدا؟ ما فهمت عليك. عمران فهمني مين اللي أسعفه عرفان. عايدة بعيد. عايدة أنا كمان ما بعرف بشي، روقي شوي مشان نفهم شو القصة. عمران بعيد. عم قلك بعيد. الحمد لله على السلامة. شكرا. عمران قال لي إنه عرفان أسعفك لهم وحبيت أطمن عليك. شكرا. يا الله، كيفك عيلة؟ منيحة عمران، بس حاسة بوجع كتير قوي، يعني من الحروق. بس الدكتور طمني وقال لي إن حروق بسيطة ورح تطيب بسرعة، وبس يرجع سليمان من قسم الشرطة رح يطلعوني من هون فورا. وليش الشرطة؟ لأنه فجروا المكتب وبدون ياخدوا إفادة سليمان، وعرفان كمان رح معه لهنيك. طيب أنا رايح شوفهم لك، ما رح طول. ليش واقفة؟ تفضلي قعدي ريحي حالك. اتصل فيني عمران وقال لي إنه عرفان بالمستشفى، لهيك طلعت بهالتياب. معك حق تخافي عليه. الحمد لله إنه مرقت على خير وما تأذيته أكتر. حكالي عرفان، قال إنه أنت اللي ساعدتي بالشغل. أنا مثلي مثل أي حدا، عم حاول ساوي أي شيء لحسن وضعي شوي. متأكدة من هالشي؟ عرفان همه الوحيد هو ابنه ومصاري العملية. بعرف إنه مو وقته لهالحديث هاد، بس بدي أشكرك على معروفك. أنا اللي لازم أشكركم، وخاصة بعد اليوم. ما فهم. لأنه اليوم عرفان هو اللي أنقذني عايدة. أنا كنت بالمكتب وقت اللي صار الانفجار، هو حملني وبعدني عن الحريق. لو ما كان هنيك يمكن كنت ميتة هلأ. أنا مدينة إله بحياتي. وهيك بس هلأ بيسألوا كم سؤال وبعدين بتركوه. يا الله دخيلك ما أخباك. لك هون اسطنبول واسعة، يعني ممكن مثلاً يوقع حجر على راسها أو ينفجر غاز بوشها أو تنهد عليها بناية. في ألف طريقة لحتى تموت فيها وإنت ما قدرت تلاقي وحدة. أنا شو بيهمني بين كل هذا اللي عم بتقوله؟ فهمني. يعني أنا شو بيهمني مين أنقذها ومين أسعفها على المشفى؟ بيهمني النتيجة، بس النتيجة. تمام منحكي بعدين، يلا سكر. مساء الخير، أنا فايت نام. هاد الشاطر فيه نوم وبس. أبوك وينه هلا؟ وينه أبوك؟ بالمستشفى، بيكون قاعد جنب حبيبته المصونة. ليش شو صاير؟ يا ربي دخيلك يا رب، شو هالمصيبة اللي بلتني فيها؟ بيتي عم ينخرب وهو ولا على باله. حبيب اسمعني منيح، هاي المرة بكرة رح تتزوج أبوك وتضحك عليه وقت بتجيب له ولد ليورثه. عم تفهم شو يعني ولد ليورثه؟ شو عم بضحكك؟ هاي المخلوقة بدها تخرب بيتنا وتزتنا بالشارع. أمي كأنه عم تبالغي كتير،
شو هاي أول مرة بيكون عنده عشية؟ اسمعني منيح وركز، أبوك ماله بوعيه وممكن يعمل أي شي لحتى يرضيها. بسنة واحدة، بسنة بس، عطاها فيلا هدية، معناها لقدام شو؟ انت عم تحكي عن جد؟ ايه عم بحكي عن جد، والله أعلم شو بيكون هاديها كمان. بكرة من الصبح بتروح انت على الشغل وما بتخليهم يغيبوا عن عينك ولا لحظة، عم تفهم؟ تمام هيك؟ حالياً تمام، ممكن نستدعيكم مرة تانية، بدنا إفادة ست عيلة كمان. إيه، بس أعطوها شوية وقت لحتى تتعافى مزبوط، وإذا في أي موضوع بيتعلق فيها دغري اتصلوا فيني، تفضل. هلأ بالإذن. بدي كرتك كمان، شو قلت لي اسم شركتكم؟ ثانية لحظة للاقي. طيب أنا راح أعطيكم رقم هاتفي تحاكوني عليه وقت تحتاجوني، لأنه ما ضل معي كروت للشركة. ماشي. شو هالورطة هاي؟ شو صاير لحتى دخلت الشرطة؟ قل لي بسبب الانفجار الشرطة عرفت اسم الشركة، إن شاء الله هلأ ما يفتشوا ورانا. شو هالحظ هاد؟ ليك أكيد أنت ما شرحت الموضوع لآيلة، مو هيك؟ شو بدي أشرح لها؟ أنا لما وصلت كان صاير الانفجار أصلاً. والله نحن عم نلعب بالنار هلأ. إيه؟ لك عايدة عند آيلة؟ كيف يعني؟ وإذا القصة ما كانت غاز، بلكي كانت إلها علاقة بشغلنا نحن. ما قدروا يوصلوا إلي، لقوا آيلة أسهل إلهم بكتير. شوف الموضوع سليمان بيك، رح أسأل وأفهم شو علاقة التفجير بشغلي. إذا بيكون في حدا منهم وراء التفجيرات وطلع عن جد مقصود، وقتها رح ورجيهم شو بيطلع بإيدي ساوي. بالإذن. نط بين السيارات والشحنات الماشية بسرعة وشال الزلحفة عن الأوتوستراد وما تركت ندعس قدامه وما يساوي شي. هذا هو عرفان، بيحب يساعد أي حدا محتاج، حتى لو كان المحتاج حيوان أو إنسان عادي، ما في فرق أبدا. مزبوط. هو أنا كمان بعرف عرفان وشو ممكن يساوي ليساعد اللي حوالي. والله جد معناتها أكيد بتعرفي كمان قديش عيلته مهمة كتير بالنسبة لإله. يا روحي مت من الخوف عليك حبيبي. أنت منيح معي؟ أنا منيح، ما فيني شيء. بس عرفت بالقصة جيت فوراً لعندك. ما قدرت رد على الموبايل لأني كنت مشغول، أنا آسف. تخيلي يولا حريق هون. مو هون، رح يولع هنيك. انشغل بالك كتير معه؟ أنا منيح، لا تخافي. أيلا، شو وضعك؟ أنا منيح سليمة، وضعي منيح. لازم نروح. الحمد لله على سلامتها وبالإذن منكم. الله يسلمك، شكرا. يلا هايلا. أيلا خانوم، الشرطة بدها تاخد إفادتك مشان الحادثة. هلا وقت الشرطة، قولي لهم تعبانة. حكى شي الشرطي بعد ما طلعت من عنده؟ لا، وبعدين ما طولت بعدك كتير. برجع بشكرك. تصبحوا على خير. وانت بخير. خوفتيني عليك. شوف، لا تقولوا لي انه الانفجار اللي صار بمكتب الست آيلة اليوم هو نتيجة الغاز اللي جوا. ولنفترض انه غاز، شلون بيتسرب وما في حدا بالمكتب؟ انا متأكد في حدا ورا هذا الموضوع ولازم نعرف مين هو. رح نتحرى على الموضوع. شو وضع المرأة؟ في زلمة فات لجوا وقدر ينقذها. آه، ومين هالزلمة؟ واحد من الجيران؟ لا سيدي، اسمه عرفان سايكون، وأخذنا إفادته وقال إنه هو إله شغل معه. شو نعمل هلأ؟ خليك عم تتابع تحرياتك عن الموضوع وعرف لي شو قصة هذا عرفان بالضبط.
مفهوم سيدي. لحظة، اسمعني، بدي تنتبهوا وبدي تراقبوا تحركات الكل وسجلوا كل التفاصيل، تمام؟ هذا الموضوع هو اللي رح يوصلنا للقبض على سليمان ياونجي ونحطه بالسجن، تمام؟ تمام سيدي. سلام. لو صار لك شي بسبب الحريق شو كنا بننساوي؟ وما صار شي عايدة، الله حماك لابنك وما صار شي. فرض انك اختنقت او احترقت حتى، وقتها ما كنا رح نقدر نفوتك على مشفى خاص، وكنا واقفين عم ندخل الاسعاف بشي مشفى بسيط وعالدور. متخيل لو متت؟ وليكني عايش وما صار شي. الشي اللي عملته مانو معقول. ما بفهم كيف بتخاطر بحياتك كرمال عشيقة واحد مثل سليمان. كان المفروض تفكر فيني وبابنك قبل ما تتهور وتعمل هالشي. شو اتركها تموت يعني؟ ايه وتموت يعني شو نساوي؟ مو ضروري تعمل لي فيها دور البطل المنقذ، وخاصة مع وحدة مثل آيلا. هدول الناس ما بيستاهلوا تعمل اي شي منيح تجاههم ابدا. لجهن دور على الفاضي لأني كبيتها. لك على مهلك، هلأ بفيق الصغير. عايدة بعتت رسالة وهنن جايين، لو سمحت لا تحكي شي. انت كيف قدراني تطلعي بوشه واختك كمان؟ عن جد مو معقول، انا كل يوم عم بقعد مع هذا الزلمة على نفس السفرة، كيف بدي اطلع فيه؟ لك لازم تتحمل كرمال ريان ببوس ايدها. عرفان اذا عرف بهالقصة رح يترك البيت وريان رح يموت. شايفة هالورم والمرض والعملية وكل هدول القصص؟ هي أكيد الله عم يعاقبها لأختك. أنا ما بشارك بهذا الذنب. حط إيدك على القرآن واحلف لي إنك ما رح تحكي شي. فوندا لا تعصبيني أكتر مالي معصب. ها صفوت صفوت، أهلا وسهلا. ريان نام وصفوت كمان. إن شاء الله لا تواخذونا، سهرناكم لوقت متأخر. لا شو هالحكي، البيت بيتكن أخي عرفان. تسلمي. هذا الشيء ذنب كبير والتمن غالي ورح تدفعوه. بترجاك صفوت اسمع، الولد أهم هلأ، وضعه الصحي ما بيسمح بأي مشكلة. صفوت لو سمحت احلف، احلف انه ما رح تحكي شي. انا ما بقدر احلف على هيك شي. برافو عليك، ضحيت بحياتك مشان تنقذها من الحريق. الله اعلم شو بتعني لك لحتى سويت هاد الشي معه. عرفان هي حاطة ببالها تخرب حياتنا مو ملاحظة الشي؟ مشان الله قليلي شو مشكلتك؟ أنا كم مرة قلتلك إنه ما عاد تحكي بالقصة؟ اسمعي آخر مرة بقلك، عائلة وظفت حدا ما بدي إياه معي بالشركة، مشان هيك رحت لعندها نتناقش بالموضوع وهي هي كل القصة. قلتلي حدا؟ بتقدروا تضحكوا على سليمان بهالحكي بس أنا حاسة وشايفتكم. شو يعني أنت مو مصدق اللي عم قوله عايدة؟ مو مصدقته، وخاصة إنه الموضوع بيتعلق بهي اللي اسمها عايلة، وأنا بصراحة ما عاد أوثق فيكم. حلو، وأنا بطلت أوثق فيكي كمان. شو اللي بيخليني أوثق بمرة سرقت وورطت حالها بسبب الغيرة؟ وأنت ما سرقت؟ ها؟ ما سرقت المصاري من هذا المرابي ولا نسيت هالشي عرفان؟ نحن الاثنين حرامية. أنا كل اللي عم بعمله مشان الولد. وأنا سرقت مشان أنقذ زواجنا. عايدة بكفي بقى، مو ناقصني غير منظر هالرطوبة. شو هالعيش هي؟ مشقق مثل زواجنا. عايدة اسمعي، أنا عم حاول أفهمك ومقدر الوضع كله، لهيك لا تزديها علي لو سمحتي. وبصراحة أنا متفاجئ كتير إنه طلع عندك مواهب بالسرقة والكذب. مو هي عايدة اللي بعرفها، عم أحس حالي عم أتعرف عليكي من أول. والظاهر أنا ما كنت بعرفك أبداً.
برأيي اتركه لأنه حشقق من أول وجديد. هيلا صرتي أحسن؟ سليمان؟ إيه؟ ما في وجع، ليش ما عم تصدقني؟ وهذا رأي الدكتور كمان. ليش بدهم يقولوا لك إني منيحة إذا ما كنت هيك؟ شكراً كتير إلك. تكرمي. لا تقلق، على وضعي ممتازة. خبرتي أختك شي؟ لا، ما بدي أشغلها بالها هلأ، بعدين القصة ما لها مستاهلة. ألو، نعم. حليتوا موضوع الأغراض؟ تمام، يسلموا، عزبتكن معي، يعطيكن العافية. شو هالأغراض؟ اليوم وصلوا؟ بعتن على مكتب بابل سليمان. ليش بقى؟ مو بدك تستأجري واحد جديد؟ أوف حبيبي، شو إله داعي؟ يعني العمال أساساً رح يروحوا هلأ على المشروع، وما رح يبقى حدا عندي، شو بدي بالمكتب؟ لهيك قلت لهم يبعتوهم. طيب مثل ما بدك، هيك بتضلي قدام عيوني وما بينشغل بالي عليكي، لأنه مبارح متت رعبة عليكي، وخاصة لما شفت الحريق ولقيتك واقع بالأرض. ما بعرف شو بدي قلك، ما بتذكر شو اللي صار غير إنه فتحت الباب وبدي فوت، فتحت عيوني ولقيت عرفان، وبعدين سمعت صوت الناس حوالي. هذا اللي بذكره، وغير هيك مو متذكرة بنوب ولا شي. منيح يلي كان هنيك، وأخيرا استفدنا منه بشغلة. صحيح، ليش إجا لعندك؟ كان بده شي توقيع؟ لا، إجا بخصوص العمال بس، عمال شركة بابل. يعني إجا يحكي بخصوص العمال وبس؟ أكيد سليمان، أنت ما شفت حالتي بنهار كيف كنت عم أركض من مكان للتاني، ويا دوب قدرت روح على المكتب، وقلت لحالي هنيك منتفاهم. طيب أنا رح فوت أخذ دوش هلا، وبعدها منفطر سوا، شو رأيك؟ تمام، عم استناكي. ممكن تجهزي لنا الفطور لو سمحتي؟ بتصدقي طول الليل ما قدرت نام؟ شفت كابوس وما قدرت نام بعده أبدا. أنا شفت كابوس بس نسيته هلا، أنت شو شفتي؟ يا روحي، هي البندورة مو لألك لأنه فيها هرمونات وأنت ما بيصير تاكل منها. بكرة بس نروح بشتري لك بندورة عضوية، تمام؟ صار الكيلو بعشرين ليرة. صباح الخير. أهلا ريان، أعطيني بوسة. يا روحي لا تقضي كل الوقت على التاب، قرأ شوي وريح حالك، تمام؟ إمتى بدنا نروح على الحديقة؟ إذا قدرت إشي بكير منروح المساء، اتفقنا؟ منروح. أنا هلا رح روح، يلا بخاطركم. مع السلامة. تخانقنا. عايدة ممكن تحاكيني شوي؟ تعالي كملي عني. شكرا حبيبي. لوين رايح؟ أنا بدي روح على الشركة بسرعة، افطري من دوني. ليش؟ إجاك تليفون يعني؟ عندي شغل، موضوع عرفان ضل ببالي. شو قصدك؟ ما فهمت. يعني لو ما كان موجود هنيك ما كنت رح تقدري تطلعي من الحريق، لهيك لازم أشكره طبعا. طيب فينا نشكره بس نلاقي الوقت المناسب لهالشي. طالما أنت منيحة خلينا نتغدى مع بعض، منروح أنا وياكي، تمام؟ تمام، يلا بخاطر. على الأغلب من تسريب الغاز، شبابنا جابوا صور الكاميرات وشافوها، بس
ما لقوا أي شيء غريب. تحرياتنا ما خلصت. اللي يا بيك في شيء ببالك؟ لا بس عم فكر بالقصة. في شيء بقصة عرفان. أول شيء إجا مع عمران لعندي وطلب مني أعطيه مصاري بالدين، وبعدين نصب علي. وقصة ابني راكان والشركة والمنجم والذهب، وهلأ عم يحكي عن شراكة بينه وبين آيلة. في شيء غريب عم يصير. شف لك القصة؟ لا أنا بعرف كيف جيب الخبر بطريقتي، بس بدي منك تجيب تفاصيل موبايل آيلة. راحت على المكتب على أساس تشوفه. خلينا نعرف شو قصة هاللقاء ونشوف إذا كانت عم تكذب علي ولا لا. طيب ماشي سليمان. شوي شوي على مهلك انت ويا يا اخي، حقه بيطلع قد معاشك بعشر سنين. يعطيكم العافية شباب، الغرفة اللي على اليسار رح تلاقوها قدامكم فورا. لحق الشباب لو سمحت. لا تفهميني غلط يا انسة عائشة، بس هدول لازم نحكي معهم باللغة اللي بيفهموها، ما بيمشي الحال الاكابرية معهم، لاني بصراحة ولدت بهالمنطقة وبعرف كيف لازم اتعامل معهم اكثر مني. يلي بيشوفك بهالطقم بيقول عنك ابن عالم وناس، مو واحد من هدول اللي عم تحكي عنه. انا؟ يعني كونه بتعرف تتفاهم معهم. بدهم يشيلوا الطاولة بعد. أنا قصدي إنه ما بصير تتعاملي معهم بلطف مشان ما يتراخوا بعدين. بس اللي شايفته إنه الكلمة الحلوة عم تنفع معهم. لو سمحتوا على مهلكم شوي، إذا انكسرت شي طاولة والله رح تبهدلونا، انتبهوا منيح. شو يلي عم بيصير هون؟ هدول الغراض جابون لمكتب آيلة خانو. صباح الخير. عفوا، وإنت شو عم تساوي هون؟ عم شوف شغلي عرفان بيك. عائشة خانو ممكن تجي لمكتبي شوي؟ بدي أحكي معك كلمتين. أنت الوحيد اللي الكلمة الحلوة ما بتجيب معك نتيجة. سكر الباب لو سمحتي. تفضلي. هذا تعويض راتب 3 شهور. يعني أنا مفصولة؟ آيلة خانم غلطت ووظفتك عنا من دون حتى ما تسألني. أنا مو موافق بس ما بدي أظلمك. عن جد قديشك إنسان منيح حرفان بيك. طيب ممكن أعرف ليش مو موافق أكون معكم بالشغل لو سمحت؟ لأنه أنت ما بتناسبي الشغل هون، ما عندك المواصفات المطلوبة لهالشغل. وشو هالمواصفات؟ ممكن أعرف؟ لو سمحت. ما فيك تشتغلي هون وبس. لو سمحتي خدي تعويضاتك وامشي والله معك. تعويضات؟ بالعادة التعويضات بتنعطى إذا انأذى الموظف، ولا ليكونوا تعويض عن الأيام اللي ما اشتغلت فيها أو الفترة اللي كنت عم اتعلم فيها. ما فهمت. عرفان بيك الناس بيبنوا آمال، لما بيفوتوا بأي شغل بيبنوا هالآمال حتى لو كانت لوقت طويل. هون بقصد بهالمنطقة في آلاف العاطلين عن العمل، وهلأ حضرتك عم ترجعني إلهم مو هيك؟ وبهالبساطة بتمنى تقدري تلاقي شغل مناسب بأقصر وقت. الله معك. لما شفتك بمكتب سليمان بيك قلت لحالي مو معقول هالإنسان شو منيح وأخلاقه عالية. وبعدها لما التقينا بالمشروع قلت لي إنك مالك شخص سيء، وأنا صدقتك طبعاً. وبالعرض كنت شخص مختلف تماماً، وهلأ مالي قدراني أعرف أنت مين فيهم. بس اللي متأكدة منه إنه في بينك وبين الإنسان المنيح مسافات كبيرة. الحقيقة هذا اللي شايفته هلأ. يلا بخاطرك. وبالنسبة لهدول ما بيلزموني يا بيك. آيلة خانم هي اللي وظفتني وهي اللي بتفصلني. عرفان بيك ضيوفك وصلوا.
شوفي خير، كأنه طلعتي من عنده كتير متضايقة. لا تتطفلي على حدا، ولا تتدخلي بقصص ما بتعنيكي بالشغل ولا بمواضيع ما بتهمك. معك أسبوعين بس، وبعدها بفكر إذا بتستاهلي وصفك ولا لا. أخيرا إجا العبقري تبعنا البروفيسور عرفان سايغون، هو اللي رح يجاوبك على كل أسئلتك بدقة كبيرة. صباح الخير. صباح النور عرفان. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله، شكرا لك. عرفان بيك، راجي بيك ناوي يستثمر معنا، بس بده يسألك كم سؤال بالتفاصيل يعني. وأنا جاهز جاوب على كل أسئلة راجي بيك، بس بدي إياك بالأول تحكي لي عن كل أحلامك. تفضل تصفح الدليل تبعنا. ماشي. تفضل اقعد. اسمح لي آخذ مكانك. اقعد اقعد أنت. شو نضيفكم؟ مش الحال، طلبنا شاي عرفان بيك. شو كان هيك تبعه عندكم بالجامعة؟ عرفتي إنه كان دكتورنا؟ لما قريت كتابه توقعت يكون مدرس. بالله هو مألف كتاب؟ عن شو يعني؟ عن أسرار الجمال والتنحيف. يا ربي ما حدا بيعرف هالجيل لوين رايح. يمكن لو مألف كتاب عن الأبراج كان زلمة مشهور أكتر من هيك. هو ما خبركن عن كتابه؟ لا والله ما خبرنا، دوب عطانا كم محاضرة بالجامعة وبعدين ترك. ما طول معناها. هو على طول كان هيك بالجامعة، قصدي عنده كاريزما حلوة وقور. بس كطبعه مواصفات شخصية ما بيشبه حاله هلأ أبدا. يمكن الواحد بيتغير بالحياة العملية. فعلا الحياة العملية بتغير الكل. شو أنت ما عندك شغل ولا دكتورك ما كلفك بشي؟ وين عايشة؟ سليمان بيك وقفها وقال لها عم الشغل. ليش شو ساوي؟ ما عندي فكرة، بس ما رح كذب عليك، بصراحة أنا ما كتير حبيتها، وسليمان بيك ما كان مبسوط منها. يعطيكم العافية. شكرا لكم. فرصة سعيدة. شكرا كثير. شكرا. فرصة سعيدة. شرفتوا. يا مان الله شرفتوا. الله معكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. سلام. أهلا وسهلا. بالإذن. الله معكم. شكرا. يا ريت لو هالحلم ما بينتهي ابدا يا عرفان. حطوا 3 أضعاف اللي اتفقنا عليه، وهو المطلوب اصلا. الحياه حلوه هيك، كل الحب والعشق والعيله والصحه والسعاده، كل سر من اسرار السعاده موجود بهالشنتايه هي. لك انا قضيت عمري كله وانا عم اركض ورا هالشنطه وما قدرت اوصل لها ولا مره بحياتي. كل شيء حرق قلبي موجود بهالشنطه الصغيره الحلوه هي. شوف هالريحه شو حلوه بتريح. أجل لي غزلك وأحلامك هلأ، هدول المصاري رح نسد ديوننا فيهم. أوف أوف. أنا شو بدي أعمل فيك؟ والله ما بعرف يا أخي، أنت المفروض تعيش مثل الزناجيل، على الأقل تبين عليك النعمة يا زلمة. شبك؟ لك اللي أنا كم مرة قلت لك بلا ما تصرف مصاري. ما فيك تصرف مصاري، ما بتقدر تجيب محلة مرة تانية، عم تفهم؟ بالمناسبة أنا مبارح أخذت 500 ليرة كنت محتاجهم بالبيت. مو مشكلة، شو هالهم؟ أنا ما بدي شي بنوب، شكرا لك. خود هاي 500. شو هاد؟ هدول بخشيش ولا شو هاد يا زلمة؟ هاد لك عمران. لك فهمنا، خلاص خلاص روق. أهل أول شو قالوا لك؟ قال عد المصاري لو لقيتهم بالطريق. هدول المصاري كتار وما فينا نحطهم بالبنك. خلاص خليهم للدفعات الكاش اللي ما بدها بطاقة ائتمان أو شيك. ايه ايه افضل نعطي دفعة لسليمان بيك.
دفع منيحة. شو نعمل؟ عمران بيك، عرفان بيك، دقت سكرتيرة سليمان بيك وقالت ناطركن على العشاء اليوم المساء، عشاء عائلي. شكرا كتير، نحن هلأ مننسق معه. قال ما في داعي يتصلوا فيني، خليهم يجوا على الأكيد. شو قصته سليمان؟ ليش مستنفر من جديد هيك؟ لأنه مبارح بس شاف آيلة بين إيدي ما ضل براسه عقل أبدا، ورجع شكرني بالمشفى على مضض، لهيك بلا ما نروح أنا مالي مطمن. الزلمة ما عم يعزمنا عزيمة، عم يأمرنا عرفان، رح نروح يعني. ثمانمية واثنين وستين، ثمانمية وثلاثة وستين، معناتها جايكن المسا بهليكوبتر. خلصنا ولو فرد لي هالوش ولا تضل عابس، لك فردو فردو فردو. يا سليمان منين طلعت لنا بقصة العشاء هلأ؟ والله ما فهمت. لازم نشكره للزلمة وانت قلتي منيحة وما فيك شي، يلا غيري تيابك. معقول عم تخبرني قبل بربع ساعة؟ ليك حالتي وشعري والله هلأ ما خرج. حبيبتي آيلة انت حلوة كيف ما كنتي، يلا روحي بلا ما نتأخر. ما اجى عمران، لسه ما اجى. عايدة ليك الجو رح يكون متوتر كتير جوا، وانت كمان لا تزوديها، فهمتي؟ انت شو مفكرني عرفان؟ يعني رح اقوم وانتف لشعرها للمخلوقة مثلا؟ هو ما انه بتستاهل. هدول الناس انا عم بشتغل معهم، فلو سمحت اضبطي اعصابك لو سمحت. طيب خلص ماشي. ضبط معي اخيرا عم بصفوت. نورك حبيبي. تمام ماشي حالك، انت كيفك؟ وين هالمره؟ والله مشغوله بتعرفي. انت زعلان مني عمو؟ زمان ما شفتك. اي والله مشتاقه كثير. يلا انا بس اجي. شو بتشرب من هيك مفضل رح ما تعصبي حالك. لا مو حرام عليك تزعله؟ آه؟ الصبي مريض؟ إذا بيصير له شي رح تسامح حالك؟ صفوت، أنت حملته أول ما ولد، لهيك رح تضل تحب ريان كأنه ابنك. ولهيك أنا مالي قدران أتحمل، لك طول اليوم وأنا بس عم فكر، حاسس مخي مو متحمل الفكرة وفي حمل جبال فوق صدري، والله عقلي رح يطق، عم تستوعبي رح يطق؟ يا ريتك، يا ريتك ما سمعت شو قلنا، يا ريت انقطع لساننا وما حكينا ولا كلمة. خلص فونتا، حكيته ومشي الحال، هلأ أنا ما عاد فيني أحمل هذا الذنب بالمرة، مو بإيدي فهميني مو بإيدي. صفوت، خلص الله يوفقك، بوس إيدك إهدى، الله يوفقك خلص. يا أهلا وسهلا. مرحبا، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أهلا. شو صار؟ تفضل عند الصبية أستاذ. مرحبا في عنا حجز. تفضلوا. أهلا وسهلا، شوف الصبية أستاذ. آه ميرسي. مرحبا في عنا حجز طاولة لو سمحتي، بس ما بعرف. أهلا وسهلا أحمد بيك. أهلين، شرفت. شوفي لي في شي باسم عمران؟ سليمان بيك، أهلا وسهلا، شرفت. شكرا لك. أوه سليمان بيك، نور المحل، أهلا وسهلا. مشكور كتير، الطاولة تبعنا جاهزة. هي جاهزة، تفضلوا جماعة معنا. شرفوا. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا. تفضلوا. ايه خبرونا كيف الشغل. ممتاز بصراحة، اليوم مكتبنا ما فضي من الزباين أبدا. بجوز أول الشهر نوصل للتارجت تبعنا.
ممتاز، وهي بدون مكتب علاقات عامة وتسويق، برافو، عملتوا إنجاز خطير.